قناة الراوي لأجمل القصص والروايات. قصة ماوكلي. في ليلة من ليالي الخريف الباردة، جالت ذئبة تدعى أكيلة بين أشجار غابة كثيفة الأغصان بحثا عن وجبة دسمة لتطعم أطفالها الصغار، وإذا بها تسمع صوت بكاء طفل صغير. قالت الذئبة: إنه آدمي صغير، سأحمله إلى الكهف لأتشاور مع عائلتي على مصيره. حملت الذئبة كالة الطفل الصغير إلى مسكنها واستدعت أطفالها. رسمت علامات الاستغراب على وجه الجميع قبل أن تتحول إلى فرحة واستبشار بالوافد الجديد. وسرعان ما اندمج الطفل الآدمي مع الذئاب الصغار وشرع الجميع يلعب، وكأن بينهم صداقة قديمة. قررت أكيلة أن تسمي الطفل ماوكلي، فتى الأدغال، وأن تحميه من الأخطار المحيطة به. فعرفته على دب حكيم يسمى بو ليعلمه لغة الحيوانات وطريقة التنقل والقفز بين الأشجار، وعرفته أيضا على نمر أسود يسمى باجيرا الذي علمه كيف يدافع عن نفسه وطريقة الصيد. ولكن ماوكلي كان ذكيا، فقد عرف بحدسه كيف يتعرف على الفخاخ التي ينصبها الإنسان ويعلم جميع الحيوانات بها، فصارت كل الحيوانات تحبه وتحترمه. وكانت العلاقة بينه وبين حيوانات الغابة علاقة محبة وإيخاء لا يعكرها سوى وجود نمر متوحش يسمى شرخان، يطمع في كرسي زعامة الغابة، وفي سعيه ذاك لا يتورع على الخيانة والغدر، فقد كان يتحين الفرصة للانقضاض على ماوكلي باعتباره شخصية محبوبة محترمة. ولكنه كان يدرك أنها فرصة ضئيلة مع وجود الدب بو والنمر باجيرا بقربه على الدوام. فكر شرخان ودبر، وخطرت على باله خطة ذكية، فقد قرر الاستعانة بقردة الغابة لتحقيق مأربه. فراقبت القردة ماوكلي واكتشفت أنه ينام في الظهيرة كل يوم على بطن الدب بو، فكانت تلك هي الفرصة المناسبة. اختطفت القردة ماوكلي من فوق بطن الدب أثناء قيلولته وحملته إلى مسكنها، وهو عبارة عن قرية مهجورة، ووضعته في منزل مغلق الباب. ظنت القردة أن بإمكانها أن تتعلم من ماوكلي حيلة لتحكم الغابة دون منازع قبل أن تقدمه لشريخان على طبق ليسد به جوعه. ومن حسن حظ ماوكلي أن النسر كاي شاهد ما جرى وحلق مسرعا نحو الدب والنمر الأسود ليخبرهما بما حدث، فقرر تخليص ماوكلي من الأسر، وأسرع إلى طلب المساعدة من ثعبان ضخم قوي سبق أن خلصه ماوكلي من فخ قاتل، فكان متحمسا لرد الجميل. توجهت المجموعة نحو القرية المهجورة وتربصوا خلف شجرة في انتظار الوقت المناسب. بدأ النمر الأسود بالهجوم أولا، ولكن القردة تكاثرت عليه وأرغمته على الارتماء في بركة ماء. تبعه الدب بو للمواجهة لكنه فشل كذلك، فتدخل الثعبان بفحيح مخيف ارتعدت له فرائس القردة، ثم عاجلهم بضربات قوية من ذيله فتراجعوا لينقض عليهم الدب والنمر الأسود، فانهزموا وهربوا جميعا وأنقذوا ماوكلي. عاش فتى الأدغال سنوات بعد ذلك حذرا من غدر النمر المتوحش،
حتى شب واشتد عوده، وأصبح بمقدوره مواجهة الأخطار بمفرده، فصار يقترب شيئا فشيئا من قرية البشر ويستطلع أحوالهم ويدرك أنه ينتمي إليهم. والتقى يوما بامرأة تحمل طفلا صغيرا، وقف أمامها متسمرا، واقتربت هي منه وأعطته طفلها. تفاجأ ماوكلي بالشبه الكبير الذي يجمعهما ليستنتج أنه أخوه وأن المرأة هي أمه. تعرض ماوكلي لصدمة كبيرة، فأمه ليست الذئبة أكيلة التي لطالما أحبها، وإخوته الذين لعب معهم ونام في أحضانهم ليسوا ذئابا. اجتمع ماوكلي بأسرته وودعهم بألم شديد، كما ودع أصدقائه المخلصين الدب بو والنمر الأسود، وقال لهم: سأبقى دائما واحدا منكم، في أي وقت احتجتم إلي ستجدونني قربكم، ألبي دعوتكم بكل سرور. غادر ماوكلي إلى قرية البشر وعاش مع عائلته الجديدة، واشتغل في رعي قطيع الجواميس لفترة من الزمن، حتى فوجئ بأخبار سيئة من الغابة. حضر إخوة ماوكلي الذئاب إليه يبكون بشدة. قال لهم ماوكلي: ما خطبكم؟ رد الذئاب: لقد قتل النمر شرخان أمنا أكيلة. فقال ماوكلي: وكيف وقع هذا؟ فقالوا له: استغل الغدار كبر سن أمنا وهاجمها في غيابنا. فقال ماوكلي: إذن سننتقم منه، هيا بنا. وقاد ماوكلي قطيع الجواميس، والتحق به إخوته والدب والنمر الأسود الصديقين المخلصين، بالإضافة إلى الثعبان وكل الحيوانات التي تريد الانتقام من النمر الغدار. اتجهوا مسرعين نحو الوادي للقضاء على النمر الشرير شرخان. أحس شرخان بقدومهم، لكن كان قد فات الأوان. حاول الفرار، ولكن حواف الوادي كانت شديدة الانحدار، فسقط مغشيا عليه. هجم الجميع عليه وداسوه بحوافرهم، فكانت نهايته فظيعة. عاش ماوكلي في قريته بسعادة، لكنه لم ينسى الغابة وحيواناتها. كان يمد يد العون والمساعدة لكل من احتاجه، ويشاركهم أفراحهم وأحزانهم. وهكذا انتهت قصة ماوكلي، وقد تعلمنا منها قيمة الإخلاص والوفاء ومصير التجبر والظلم.